حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نعرف الطوابع الكانون LBB 214 DW بالراوتر الواي فاي عشان نقدر نطبع من الموبايل بدون توصيل الطوابع باي كابل ولا توصيل الهاتف باي كابل. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواني؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي افضل حال. معاكم احمد الساب من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نربط الطوابع الكانون LBB 214 DW بالراوتر الواي فاي عشان نقدر نطبع من الموبايل. اول حاجة هنروح للطوابع ونربطها بالراوتر الواي فاي، والخطوات كالتالي: اول حاجة هنختار القائمة كده، ثم نختار التفضيلات، ثم نختار رابع اختيار الشبكة، ثم نختار تاني اختيار اعدادات اللين اللاسلكية، ثم نختار نعم. بيقول لك تم تطبيق الاعداد، نختار موافق، ثم نختار اول اختيار اعدادات الـ SSID. هنا بقى هيظهر لك اختيارين، اول اختيار مكتوب عليه تحديد نقطة الوصول، والتاني ادخال يدوي. في حالة انك عامل الراوتر الواي فاي مرئي، يعني اي حد ممكن يشوف اسم الراوتر عادي جدا بالموبايل او اللابتوب، فهتختار اول اختيار تحديد نقطة الوصول. لكن لو انت عامل الراوتر الواي فاي مخفي، يعني لازم عشان تربط الموبايل او الطوابع تدخل اسم الراوتر وكلمة مرور، ففي الحالة دي هتختار ادخال يدوي. فانا طبعا عامل الراوتر بتاعي مرئي، فهختار تحديد نقطة الوصول. وطبعا الراوتر بتاعي هنا اسمه كانون، ممكن تلاقيه تحت اهو بالتجاري تحت، وممكن تلاقيه فوق، فانت بتختار عادي جدا وتختار اوكي. وهنا بيقول لك دخل كلمة المرور الراوتر الواي فاي، مع العلم ان زرار النجمة ده بيحول الحروف من كبيرة لصغيرة لأرقام. طب ازاي نعرف اننا بنكتب الحروف كبيرة ولا صغيرة ولا أرقام؟ شايفين هنا مكتوب وضع الادخال ايه كبيرة، يعني معناها كده انك هتكتب الحروف كبيرة اللي هي الكابيتال. لو ضغطنا على النجمة كده اتحولت لإيه صغيرة، معناها انك هتكتب الحروف صغيرة. لو ضغطت على النجمة تاني كده بيقول لك 1 2، يعني انت كده هتكتب ارقام، والحروف والارقام هنصلحها من الزراير اللي موجوده في الطوابع زي الموبايلات القديمه. فانا هدخل كلمه مرور دلوقتي حالا، وبعد ما دخلنا كلمه مرور بالطريقه الصحيحه هنختار تطبيق، ثم نختار نعم، وبتنتظر لحد ما يقول لك تم الاتصال. زي ما انتم شايفين قال لك تم الاتصال، هنختار اوكي. ودلوقتي في خطوه مهمه جدا لازم تعملها عشان نقدر نحول الاي بي يعني من اوتوماتيك ليدوي. هنرجع خطوه لورا كمان واحده، نختار الشبكات، ننزل تحت شويه كده لحد ما نختار اعداد TCP/IP، ثم نختار اول اختيار اعداد الاي بي في 4، ثم نختار اعداد عنوان اي بي، ثم نختار اكتساب التلقائي تشغيل، ثم نختار حدد بروتوكول ونخليها ايقاف، ونيجي هنا عند اي بي تشغيل نخلي هو كمان ايقاف، وبنرجع خطوه لفوق كده ونختار تطبيق. طب دلوقتي احنا ليه عملنا الخطوه دي؟ لان كل شويه لما تيجي تطفي الراوتر وتولعه هياخد اي بي جديد، وهتضطر تعيد نفس الخطوات من تاني، فهتبقى متعبه. لكن دلوقتي انا وقفت الاي بي نهائيا، بحيث انك لو طفيت الراوتر عادي جدا وولعته الاي بي مش هيتغير. وطبعا عشان نحفظ الاعدادات دي لازم نطفي الطوابع من هنا كده، وبعد كده نشغلها مره اخرى، تنتظر لحد ما هي تنطفئ اوتوماتيك. دلوقتي انطفت، هنشغلها تاني كده، بتنتظر لحد ما يظهر هنا علامه تردد، اهي علامه التردد ظهرت قدامنا زي ما انتم شايفين اهي كده. الطوابع اتوصلت بالراوتر الواي فاي، ونقدر نخش على الخطوه اللي جايه وهي اننا نطبع من خلال الموبايل. فيلا بينا نروح للموبايل ونتبع الخطوات واحده واحده مع بعض. يلا بينا. اول حاجه هنعملها هنروح للبلاي ستور او الاب ستور اللي موجود في موبايلك، ونفتحه عادي جدا كده، ونكتب في السيرش او البحث كلمه كانون اهي كده زي ما انتم شايفين، ونعمل بحث. ننزل تحت شويه كده ندور على البرنامج بتاعنا، هنلاقوه كانون برنت بيزنس اهو، ثم نختار تثبيت وننتظر لحد ما البرنامج يثبت معانا. وبعد ما البرنامج ثبت معانا هنعمل فتح كده عادي جدا، تمام، ثم نختار السماح. فاول حاجه هيقابلك شويه خطوات اجري في اجري في اوكي، حاجات روتينيه عادي جدا، تمام. بعد كده هيظهر لك الخطوه اللي قدامكم دي، فوق على الشمال كده في علامه الطوابع وعليها زائد، ضغطة واحدة عليها، ثم نختار أول اختيار أوتو سيرش، وننتظر لحد ما الطوابع تظهر معانا، أهي مكتوب عليها LBB 214، نختار عادي جدا، ثم نختار إيديت، وبكده عرفنا الطوابع على الموبايل بنجاح. طب افرض دلوقتي أنا اخترت أوتو سيرش وما لقيتش الطوابع قدامي، هعمل إيه؟ الموضوع بسيط جدا، هتروح تطلع رقم الأي بي من الطوابع، وعشان نقدر نطلع رقم الأي بي، الخطوات كالتالي: هنيجي هنا نختار القائمة كده، ونختار التفضيلات، نختار الشبكة، هنختار تحت خالص كده اعداد TCP/IP، IPv4، اعداد عنوان IP، هننزل تحت التحقق من الاعدادات، هنختار عنوان الاي بي، هو ده رقم الاي بي اللي انت هتدخله في الموبايل دلوقتي حالا،
ما تقفلش الصفحه ديت لحد ما ندخل مع بعض رقم الاي بي. وطبعا رقم الاي بي ده متغير من طبعه لطبعه او من راوتر لراوتر، يعني مش معناه ان هو ظهر قدامي كده فتكتبه عندك. بعد كده هنختار اضافه طبعه ونختار مانوال سيرش مش اوتو سيرش، ونكتب هنا رقم الاي بي اللي احنا طلعناه اللي هو 192.168.1.12. نختار اوكي، اهي الطبعه ظهرت لنا قدامنا على طول. ده في حاله ان الاوتو سيرش ما ظهرش فيه الطبعه، نختارها كده ونعمل ايديت. طب دلوقتي عايزين نعرف مع بعض ازاي نطبع. الموضوع بسيط جدا، هنقفل الصفحه دي بتاع الكانون عادي جدا، ونختار اي ملف بي دي اف موجود عندك، اذا كان مبعوت لك واتساب، مبعوت لك اي حاجه وعايز تطبعه. وعلى سبيل المثال هنختار مرحبا بيك ديت، تمام، دي فيها اكتر من ورقه اهيت عايزين نطبعهم. والخطوات واحده، ازاي هنعمل اول حاجه مشاركه او شير، ثم نختار ارسال نسخه عامه يعني، ثم ننزل تحت كده ونختار برنامج كانون اللي احنا نزلناه اهوت، ثم بنعمل برنت. هتلاحظ هنا ان اللمبه الصفراء نورت كده، معناه ان اخدت امر او اخدت اوردر عامه، وهتبدا تطبع الورق اهوت. زي ما انتم شايفين طبعت لنا الورق بكل سهوله. طب على سبيل المثال دلوقتي الطبعه دي فيها خاصيه انها تطبع على الوجهين اوتوماتيك، عشان اقدر اوفر في الورق هعمل ايه؟ هنختار الملف بتاعنا عادي جدا زي اللي احنا اخترناه دلوقتي اهو مرحبا بيك، تمام، وهنعمل مشاركه او شير عادي جدا، واختار ارسال نسخه، ونختار برنامج كانون زي ما احنا اتعلمنا. لو ضغطنا على برنت يبقى احنا هنطبع عادي جدا ورقه ورقه، فعايزين نظبط اوبشن ان هي تطبع على الوجهين اوتوماتيك. هنختار الاختيار اللي فوق ده اللي مكتوب عليه A4 1 كوبيز برنت رينج اول، ثم هننزل تحت خالص كده في اختيار الثالث من تحت اللي مكتوب عليه 2 سايدد. طول ما هي معموله 1 سايد معناه ان هي بتطبع وجه وجه ما فيهاش على الوجهين. نختار عادي جدا كده، ونختار ثالث اختيار 2 سايدد شورت ايدج اهو ده كده، انت حولتها ان هي تطبع على الوجهين اوتوماتيك. هنرجع خطوه لورا كمان واحده، ونيجي هنا نعمل برنت. زي ما انتم شايفين اللمبه الصفراء نورت، معناه ان اخذت امر اهي هتبدا تطبع، اهي اخذ الورقه هترجعها وتطبع ظهرها وتطلعها تاني وهكذا ديت، اهي الوش والظهر اهوت اهي. طبعا طبعنا الوش والظهر زي ما انتم شايفين اهوت مظبوطين قدامنا اهوت. فطبعا ممكن الورقه دي ما تظبطش معاك، فممكن تختار تاني كده وتختار تو سايدد، وتختار الاختيار التاني كده، اي واحد فيهم يظبط معاك اختاره. التاني والتالت دي اختيارات الوش والظهر، اما لو انت حولتها كده وان سايد يبقى انت كده طبعت ورقه ورقه منفرده، تمام كده. في اختيار تاني ممكن يعجبك جدا، تعال نشوفه مع بعض. هنرجع خطوه لورا بالظبط كده، هنختار نفس الملف كده، تمام، نعمل مشاركه ارسال نسخه برنامج كانون، نيجي نخش على الاعداد برده كده، الاختيار اللي هو اللي قبل الاخير اللي مكتوب عليه 2 اون 1 نفعله كده اون، نرجع خطوه لورا ونعمل برنت، وهنشوف مع بعض انا قصدي ايه بالظبط. بص كده هيحصل ايه بالظبط. قسمت الورق كده بالنص، يعني دي ورق A4 ودي ورق A4 اتحولوا في ورق A4، يعني دي كده مقاسها الورقه دي كده مقاسها A5 ودي A5 اتحولوا في ورق A4، يعني كده انا حولت الورق كله انه يبقى A5. تقدر تستخدم الخاصيه دي على الوجهين اوتوماتيك، يعني تخلي الورقه دي وشها كده والورقه دي في ظهر ديت. طب ازاي الخطوه؟ تعال نشوفها مع بعض. هنختار نفس الملف مشاركه رسالة نسخه برنامج كانون، نخش على نفس الاعداد كده نتاكد ان احنا مفعلين 2 اون 1، ونخش على 2 سايد كده نخليها تاني اختيار مثلا، نرجع خطوه لورا كمان واحده ونختار برنت. هيت ده اللي قصدي عليه، ورق A4 ورق A4 ورق A4 ورق A4 اهيت، الاربع ورقات اتحولوا بالظبط على ورقه واحده A4. وبص اهي دي ورق A4 مفيش ورقه، لان هم كانوا خمس اوراق فدي الورقه الخامسه. كده عرفنا الخاصيه دي بتشتغل ازاي. طبعا دلوقتي اتعلمنا وعرفنا ازاي نطبع ونستخدم جميع وظائف وخصائص الطبعه. عايزين نرجعها ان تطبع ورقه ورقه، تبقى ورقه منفرده وما تبقاش مقسومه. هنختار نفس الاختيار ده كده، ونلغي تفعيل 2 اون 1، ونيجي هنا عند 2 سايدد نخليها 1 سايد، كده الطبعه رجعت زي الاول. طب على سبيل المثال عندي الصوره دي موجوده في البوم او استوديو الهاتف وعاوز اطبعها، هعمل ايه؟
هنعمل مشاركة أو شير، ثم نختار برنامج كانون، ثم نختار برنت. زي ما انتم شايفين الطابعة أخذ أمر من الموبايل، أول ما تنتفي يبقى الأمر ده خلص. أي الصورة أنا طبعتها من الموبايل، زي ما انتم شايفين اللمبة انطفت معناه إن أمر الطباعة خلص. وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة، أتمنى إنه نال أعجابكم. أتمنى الموضوع يكون نال أعجابكم، منتظر أي استفسار لكم بخصوص طباعة كانون. كان معاكم أحمد السيد من قناة كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.